أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا كم تو جبت مان which is more interesting. So pay your attention. It's very important. وعوك هلا financial crisis هذا الآن دعضي هي subprime meltdown وحاجة تي prime meltdown mortgage وحلي را أو أحدت كجامعة لها كسوبة حي بريكور مريكا مركي أرض يهين إتصاب عن شركة وشغينا أما بنك وشغينا أما وحي وشغينا محل حزبي عدي هربنا هوش غيار شغال ده اسمه هو قبتنكي واحد العلي واحد بابور ما يستني جامعات صباح نوي تبغى كنا دور لون هذا مركب بارلمان كم رأيك أي واحد هو هذا مركزي إنه العد تقرري أو كوميشن اسمه أو جوريا لا نسوا جوريا اسم أول نسوا مركزي أي شركة ده هوش غيار انت لاتو أي كنت راد لوسي دير مركزي العد تس إنك جوش بقول كوشن بقول كوا لا بواحد عمل إلا أنت سوسن ده سعيسا مركز تاس فايدة وين أيوه كانت تذكر شغالة عصوة جامعة صباح marka taas guri cusub iyo kulan ayaa baawar cusub furahood ayagoo arday nima hadda ka soo baxay shaqada hele lacagtan muddo dheer la jiraaya marka waxa la jiraa prime mortgage oo guriyaha deynta lagu baxshay ay oo prime ah laakiin subprime mortgage baa dhacay oo ah marka arday badan jaamacadaha ka soo baxeen ayaa ardaydu waxay noqdeen mataqaana maaratay ay soo yaraadeen marka ay soo yaraadeen dawladdan lacagtay ka aruursatay ay waxay dhaheen mataqaana sameeya dadkiina mareykanka ku dhaqaaqay beec mushirka shirkada niman badan ayaa shirkada متقنا ال سي ان فينانشال ليبريشن بانجيا كوميرشال دونا فورت ماركي فورتاني اي 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 اسكو دين ماركاسي اني سيفل انجينيرز كي تكريستاي غوري هلسو ماركا ديمي غوري هل لوو بخيلاي داتكي اردادا هاي وي سو يرااده ماركاسا وخا لا سيهايا ميد تمخير او خير تما او خيره اي ميد تاكسيلا اي نيما لعق في عن هيسن ماركاسا سب برايم اي دعدي مورتجيج سب برايم مورتجيج ميلت داون وي دلاشي ابرين قوت هوسي اد عشر كاسان كادلينا financial crisis هنا كنت الديوني المركز ده مقفل دون توا أركينا ويا فاكت ريسكي وحيا به كان أو دلي كوس جريي financial crisis وحاكم لها سوق أسد ماركتس سوق وحا ألابي ألودن إفكتس أي نتيجة كويرات بالان شيت كودي أو بالان شيت كودي أي إفكت كويرات معناها ستوك ماركت كي أو سوق ستوك لوكا لقدناي هوس أو دعي ديكلاين سمت معيتها ديكريز وحاوس دعي ميد واثكي نيد واثك وحوايه كوربريشن اسكا هذا كوربريشن اسكا توتال اسيت كودا مركي لغا سار لايبيليتيز كا توتال اسيت تيبل تو توتال كابيتال نوقنسا تاسا وحا لو يقانا نيد واث نيد واث كاسي او كوربريشن كا ايا هوس ودعي ان انتسيبيتد ديكلاين ديكلاين ان سي فيلين ها ان سي اوغين هر ان لو سي سادارين ايا دعي هوس ودع معناه ان ذا برايس ليفل حق برايس كهيرك برايس هوس ودعي سمعت معناتها liabilities كي قامي increase أيا كرني in real terms in real way معناها ها and net worth كي أو شركة لها هاس إلها هنا decrease أو سولع and anticipated decline هو سولع أنا تفيري هنا in the value economic value هي أو كل عي of the domestic currency اللي العقد وده كاس بريك اللي قالها مركز سمعت معناتها increases وها كرني debt دمي denominated أي كرني foreign currency اللي عقدها أمريكا لحد هذا واجد كذوية مركز ديمي فوريان كارنسي كونغرس جابان العقد هذا تليان العقد هذا عايز كونغرس العقد مريك اللي يقول ما لينومينيت فوريان كارنس ديمي هاس أيا كرني إلا العقد مريك اللي ما يعمل كريه إيه عن ديكريس وعاصل عن نيد وولف كشركة هذا نوصل لعه وحكون على كله أكيد رايد داون سوى لذا وآه وهي حوالا أي شركة هذا مركز إنكم سيت من تسمعنا شو سيلس كي فيليسي اللي هو أوي مالان يا أكانت ريسيبل كي ayaa waxa uu noqday for example waxa magaalada ku taal FGO ay 2000 dollar dimis markaas aad dagaal meeshii dhacay ay burburtay markii 2000 ku dib u helmis markaa waa inaad ma taqana maarta aad right down ku sameysaa waa inaad ka saartaa income statement igaad waana ka saartaa marka assetki right downs ay ku sameeyeen taas ku dhacday factories iyo cross financial crash waxa kamida deterioration ayada oo walba xumeed ay si xumaatay way tii ka jirtay financial institutions ee adaha maaliyadda balance sheet ku ee adaha maaliyadda waa bangiyada commercialka ay decline waxa hoos u dhacay sababtu waxa hoos u dhacay decline in lending xag deynta ay bixinayeen bank crisis banking service wuxuu leeyahay jirna crisis ku dhacay waxa jira dad lacag soo dhigta ayuuna deyn u soo bixiyaa service kaas baan shaqo bahay sababtu maxay tahay loss waxa la waayay oo lumay information production wararka li xaalaysan ee la soo saaray oo xagga dhaqaalaha iyo xagga siyaasadda wax walba ee meelo kala duwan laga heli jiray ayaa la waayay and this intermediation bangiyada shaqadoodiina oo ahayd intermediation oo nina lacag oo soo dhiganaya brin ay deyn u bixinayaan ay intermediate ka ahaayeen
ayaa mis intermediation no intermediation macnaha ay noqotay shaqo la'aana ku dhacday increase waxaa kordhay in uncertainties hubaal la'aan wax la yidhahdo marki britu haddaa dhaqaqday baqaalka haddaa furtid iska fur maaha waa inaad haysataa information in wax kala soconayaan oo beledku fiican yahay haddii dagaal ka socdo ama dhibaato kale meesha ka dhacdo lama furi karo marka increase waxaa kordhay uncertainties hubaal la'aan decreases waxaa hoos u dhacay in learning wixii deynta la bixinaya hoos u dhacay marka increase waxaa kordhay need baahida loo qabay for external funds waddanka maraykanka dibaddiisa in laga helo fund deyn ah laga helo taasaa kordhatay baahideedii and therefore sidaa daraaddeed adverse selection problemka iyo moral hazardka hadhow ku dhacaya ninka beenta sheegay ee alaabta qalaadka kaa geli moral xumaa ku dhacaysa markii hadhow la soo ceebayo idaacadaha ay ka sheegaan arrintaasoo dhan way dhacday way korortay waxaa kaloo yimaaday government fiscal imbalance dowladda maraykanka ahayd wasaaraddeeda maaliyadda fiscal policygeed ay ku shaqaynayso oo ah cashuurta inay soo aruuristo exbilion ay samayso wadooyinka samayso shaqaalaha mishaarkeeda bixiso waxaasoo dhan macnaha imbalance wax aan sinayn bay noqdeen oo cashuurta ayaa la waayey oo soo yaraatay exbilionerkiina waa badan yahay sababtu maxay tahay create taasaa waxay abuurtay fears cabsi of default inay hadhow bixi weyso about the government that dowladda deemihii lagu lahaa inay bixi weyso wasaaradda maaliyadda ayay keentay haya investorski dadki wax maal gashanaya might ball out waxaa laga yaabay marka dib inay gibigoodba ka jiiteen ay ka gurteen their money lacagtoodii waa shirkadihii banaanka yimada faransiis iyo jaban iyo ahay ha out of the country maraykanka lacagtoodii inta ka qaateen faransiiska waxay ahayd ay isaga baxeen marka dynamicsay noqotay arrintii mid soconaysay noqotay dynamics mid soconaysa baasti tagtay u s financial crisiskii tegey meesha maraykanka kuma sinaanine dynamic uu noqday mid socdoo noqday oo ku fidaayo adduunyada kaasaa la sharxayaa stageka koowaad ama marxaladda koowaad initiation waxaa bilowday financial crisis lacag la-aanaa bilaabatay oo xagay ka bilaabatay sababtu waxay ahayd mismanagement maamul xumo ka jirtay financial liberalization financialkii oo xur laga dhigo nin walba shati inta qaata banga u furtay ayay ka timaaday maamul xumadeedii iyo innovation xagga mataqaanaa wa ini qaab cusub ay sameeyda qaabka hore qaab ku fiican ay sameeyda horumar ay sameeyda taasaa mismanagement ku dhacday acid priceski xoolihii la gadanayay beledkaasgiil wax alla waxay doonaan aadane priceskoodina boom cirka isku tara ambrast hal maroona soo laca sidii dhagax gacanta inta ku qabata asiddiisoo kale spikes waxaa cirka galay in interest rate wax alla wax interest rate ahay ayaa cirka galay increase waxaa kordhay in uncertainties war la-aan aanan la hubin meeshaa ku dhaqaaqaysa iyo waxaas meelahed inaa brid dukaan ka furtid markii wax information oo dhaqaalaa meesha oo xur ah oo dhowr irid ama dhowr ilood ka imahayo stageka labaadna waxay noqotay bangi crisis oo bangigii serviceka uu sameynaya ayaa la waayey markaas stageka saddexaad waxa u ahay dead inflation oo inflation baaba ku dhacay deyntii la sadeedii haddii ay 10 kun ahayd 5 kun ay noqotay hoosay u dhacday maxaa keenaa deflation qiimihii ay ku fadhida qiimo kasii hoosay noqotay ha markii interestigeedaa ka sarmaray hadduu interestiga uu sarmaro intaas in la-eg ayagana asadka hoose u dhacaya waa fahmteen la filaya musawirkan waxaa waaye sequence waa isku xigxiga events dhacdooyinka isku xigxiga ee u s ka dhacay ee financial crisiska ee stage 1 iyo stage 2 iyo stage 3 ah waa kaasaa waa wixii hadda aan soo sharaxaynay ayuu ku tusinaya oo masawira akhriya waxaa su-aal ka qabtiina iga weydiiya markaas la subprime financial crisis waxaa la yidhaha jiray 2007 iyo 2008 subprimeka waa prime mortgageka guryihii ahaa oo marka hore ardadaas la sii jiray markay shaqo helaan ee lacagtana saas u bixi jireen oo ay balado bangi baarlamaanka maraykanka u bilaaba ayadiis ayaa waxay isu bedeshay markii la yidhi mataqaanaa bangiyo commercial furta ee u sameeya dadkii guryaha loo dhiso la yidhi xur ha ahaato privat ha ahaato ganacsiga ayaa shirkadihii faraha badnaa ee la sameeya commercial bangiska ahay ayaa intay saas sameeyeen ay civil right civil mataqaanaa engineerska ay siiyeen lacag ay guryihii soo dhiseen guryihii markaasi dadkii oo jaamacaddii kasoo baxaya wax yaray noqdaan dadkii horey u bateen macnaha horey lacagta u wada baxshay markaasaa waxaa soo baxay marka guryo badan loo dhisay iyo aan la gedin markaasi waxay siinayaan dad aan la hubin hadhowna iska bixinayaan marka prime mortgageki subprime isu bedelay maxaa jira ninka timaha wuxuu yidhahay deymina koo taksiilaha u deymina hadhowna lacagta iskama bixi karo marka taas ayada ayaa dhacday 2007 iyo 2008 bangiyada ku dhacday
فينانشال انوفيشنز حاجه ماليه ان لا هرمريو او مر بابا قال عصول سو صار اميرجي ايا سيده عاد كعمل كر سو كعي ان ذا مورتجيج ماركت سوق لو كل يسد غريها دينتا سب برايم او اه برايم مورتجيج اهل ماركت كاسي سب برايم بنبغي مرحله دتك العاد كما بيحكي هذا واحد باي سنه لديمي يا التا اي مورتجيج او اه ايدنا مورتجيج كي اول ديميي دت بنجيل ما كل غفيش بو وقتها ديما هر اي قاتن ليه بقول تضرب بقول عمل كون دولار وحبو دنسدي اسو اسكي بحواي ايا لو سارك عباد كيدي جروب كاس ما حدا قالت ايه مورتجيج اي كان ولا ديمي العكس ما انا حسن لا هلا شفتو اوكي مورتجيج باك سكيورتي سدل مورتجيج كلوز ديزي غوريه يان دين لو بحنا ليرا اديك لو ان سكيورتي لا هلا اي لو رامي رهن ما حاجه هذه بارت هذا لو رامي دينتا ده بحوي بارت هذا لا غلايا كولاترالايز ما كان تاسي لا رامي ديت اوبليجيشنز وعين نقطة الدين قسم لو بحناية أول إذا أنا سي بي أو أو أه collateralized debt obligations housing price قيم قيمه يقوليها لو قلعي بابل إيه بابل كأه فامس أياسا مثل بابل وحاوي بلنا ولا فائدة بل ولا غسارة لا بل ولا فائدة لا بل ولا غسارة أساس وي تاس هي نقطة برايس كيلي تاس أساس مثل تي سوت محيطة هاي إنكريس وحاقر لي اللي قولي تلعك اللي قولي تلعك كاش كي أو ما كاش إسل مركو بدميسو from cash flows أكيد ما ناس اللي عاد تسوق له يسوق increase أيها كورتي to the United States كورتي سبرين في ناشيل كرايس أكون جرنا لبعض قلت له زيدي housing price كي بابلس كأي أيام كل حد جرنا وها هر مرة لوسمي development of subprime mortgage سوق prime mortgage كأي هوس ولا عي وقولي متى قناة دين تنتك سبيح وان subprime mortgage market كأي development أو سمي فولك وحو أودس يا محق لي housing demand قولي بدك أنا هاوسين دي مالس باهيل يقوليها لغبي أيو بدي الحق لي أنا هاوسين برايس يقيمه الوقري أجنسي بروبلم أرايس وحاجة أجنسي بروبلم واحدة لها وحينا كل على شركات بريكا حروة اللي لها ذا أما شركات دبلك معنا مركو حوايا شركة داس وحينا ستوك هود ريسك إيه بنان كد جوغان ما ملك هذا ما فريق لك الان نين بروفيشنال منجر هالو ديبا نين بروفيشنال منجر كالو سنتي شخص واحد أنا العافية على سيميش وضعها مركب بروبلم كأجنسي أجنسي بروبلم أي مال كاسو أه أوريجينيت أصل كيس أه تو ديستريبيوت إن لا فيلي موديل كاس أجنسي بروب أجنسي أه أو بروفيشنال مانجر كيلو دي باي إز سبجكت تو تاس وحال مريي تو برينسيبال ريسك لما كي انفست ريسك أه هو برينسيبال كا ولا اسكالا استو جود ريسك إن بنك جوجان أجنسي أو أه نينكا بروكريت مورتجيت بروكريت أما مورتجيت مانجر كا هاي تاس حديث لبضع كل حي بروبلم كل حي ما حد عي من كان مانجر كي هذا اخر سنه شغلنا ماشي مانجر كي والعكس يعني انا سيني الميزن اي لوين يا اسكول كو اذن العاب واحد اسكن اسو بابور قال المي لما يقول كل سنه تاسع مركه تاكل حوي بورو ريسكي دتك واحد دين سنه هي ما هي ادي دين سدناي هاد لي انسنتيف واحد يرجلنا ما بلا هيبه تو ديسكلوز اي كوفا فايان ورارك انفورميشن اللي حالتن اي كوفا فايان اي كو سابسن لاد ابيليت اود يليه لي دينك سكبي كرا ارنت يان كنت لا لو كنت لو زيد agency problems ka arise irkaas ugu dhigay sabab maxay ahayd commercial banks ka iyo investment banks ka oo ah kuwa soogada suuqa wall street ka as well as saaso kale rating agencies iyo hay'ada eegana deemaha qiimeeya ha hadii bibi taada $20,000 deemi atred ma qalad waay bibi ma soo gashay $20,000 marka rating agencies ay la qiimeeyaan deemaha qiimeeyaan shirkadaha oo qiimeeyaan lacagta fiisiga qaataan shirkadahaas rating agencies ka iyo investment banks ka iyo commercial banks ka had weak incentive ayan wax ii rigelina ma wala hanba weak bay ahay to assess in qiimeeyaan the quality tayada of securities ka soo qiyaal securities ka stogada ee bonuski information problems surveys ayan noqda mid aan ah ee kor u baxay koray surveys uu noqda naam aan hun barke information problem waxa weey hadaan war hayn dhaqaale ma sameeyo waa inaad haysa wax aan meel lagu geeyo cid u baahan iyo wixii supply ay kala marka information ka waa war li xaaleysan وركاس الحديثن بروبلم كود اي اي مالي بركي هل الورك ما هدا قادو كو قساريسا افر صدح الى اسكوميدو انو كي مالا كلا دوان ساسو كلا هاوسين برايس غني قيمه لو غداينا بابل ان برنا قساره من فائده براستس ايغنا سيده دغ حساس دغ عن وقتان سي داي اي دولكو كلا عمل هوساي غلا وا دحين سب برايم فينانشال كرايسيس لو دغ زي لو سيد لو دغ تو بدا كنت ناي كرايسيس كي اسبريدس كرايسيس كاس العقل انت اي دعي دباتدا او كينا مريكن او كيناي
اسبريليس وعقوفافي جلوبالي اديله انت هذا كله افريقيا ايجيا يا امريكا يا يورب انت هذا عقوفافي ساين علامات بين نقطة مركزي سببته او حق جلوبالي جيجيكو اديله عن كل نقطة او فينانشال ماركت كلا قاعد تسوقين المالية ده تيم اسبريت كا او تنشر بيلسكي او دولة مراكز وزارة المالية بحجرتي الدولار كاس ايش الكلام هذا بيبدا كي مالك شغلين ايش الشغل كله هنا تاس ايش شغلين سجلين ايوه تيك لا تضو متقانا يورو يورو دولار كا او دولار سوق يورو لا استعمال اي اه ايا وها كدعي سدح لي بلو انت ريت كسار ميد يورو دولار كا او دولار سوق يورو لا سو سارا مركي لا غويو سدح بلو لها تريشر بيلس انت ريت سك تيك بالي رادا سبريد ايا فيدي انكريز او نخرني وهو اوكري فروم فوني بيس بونتسكي او اه فرصه ما دي 4000 2000 write downs wax alla wixii aan soo noqonayna way ka saareen balance sheet kooda iyo income statement kooda write down sales wixii iibiyeen of assets kooda wixii xoolo ay meesha u yiliin way iska iibiyeen oo markaas aan shaqo ku jirin si lacag u helaan lacag aan hayse and credit restrictions deymihii ay bixin jireen markii al bank iskaasna way xadeeyeen restrictions way adkeeyeen high profile firms hey ado aad ugu muuqda wadanka Mareykanka oo high profile ah بابلغ الأدب أركايا فيل أيا جلبان أركو كرعاد وحاك ميلا بير ستينس بيشي ماي لبادوك مسدد فاني ماي إيا فريدي ماك جولاي لبادوك مسدد ليدي مان أم بادرس إيا ماري لانج إيا إيج إيا ريزيرف برامري فان أو أهم تغانا مجوال فانس إيا واشتو مجوال فان سبتمبر لبادوك مسدد شركات أيغون جلبان أركو كرعاد أيدي يان كنتر لبادوك مسدد مرايك واحد دعا بيل أوت باكيج ديبيتي أقلك representatives ka house of representatives wa senate ka aya bail out sama bixin deal ah ay u sameey debate ku sameey debate house of representatives voted hukoomada dam tadabab baqal oo billion oo dollar in lagu sameeyo bixiy bail out package bail out deal in lagu sameeyo bixiy bishii september 2019 it passed wala mariye baarlamaankan on october 3 deel mariye recovery xogga ka soo caafimaaday ama ka soo yareeynaa insight ee muqda muqaal ee macnaheedu xogga inuu soo fiicnaayo ah ayaa su'aal ka taaganta daaso ah congresski baarlamaanki approved waxa uu ansixiyay markaas 780 billion oo economic stimulus ah oo economic stimulus macnaha dhaqaalaha kaabayaashiisa lagu dhisaayo macnaha wadanka oo la plan ah on february mishi february 13kii 2019kii dynamic boo noqday markaasi mid socdo noqday financial crisis lacag laanti in emerging ee kasoo bixay sida caadi amal market economist wadaman badan dhaqaalahood economist kaasi waxay ku sheegaysaa why the lagu bedela IAS wadaman badan suuqooda dhaqaalaha ka jira way macnaha oo mareekanka ka baxsan macnaha way faafta baash dynamic way socotay financial crisis lacag la anti problem ka mareekan balad oo socday in emerging asos ka soo baxay sida caad amal market economist foreign market economist ku soo baxay state koobad ay soo marta hadan sharaxan initiation waxay ku bilaabatay financial crisis lacag la anti ku bilaabatay path 1 wadada koobad ay marta waxay ahayd mismanagement maamul xumo ka jirtay financial liberalization oo ah in walba interest qaato inuu bank iska furto and globalization markaas waxay noqotay mid global ah oo sii fidaysa weak sababtu waxay tahay sababtu waxa ku dhacday weak supervision haga supervising aqoonta ah weak bay ka ahayn lack of expertise wax aqoonana ma lahayn cilmiya oo economic iyo finance ah leaders tu waxay hoggaamisay lending boom im iska qof kasta iska deemiya habar aan waxba haysan xataa deemayaan domestic banks bangiyadii wadamada dunida gudahooda ka jiray boro waxay ka soo deensanayeen from foreign banks wadamadooda banaanka bangiye kale ka ah oo wadamo kale ah ay wax ka soo deensadaan baahila sababta fixed exchange rate iska wadamadaas ka jiray gudahooda
ومرايكي انا كدرين جيف وحي بحيان اسان اسدرين اف لو ريسكي حوغا انو يري يري هاي قطرتو بانجسكي بلاي وحي كيب ليلين كالين مهم امار امبورتنت رول ان اميرجينج وين اميرجينج ما كيشو بحيسي ماركت ايكونوميس كاسي بانجيل ايا كالين في عنك قاتي سانس انتي سيكيورتيس كو استوغ ايا بونس كا ماركت كا اه نوت ويل ديفلوبد يت او سن اهن ولي مد هرمري الا مرايكن كو كر عمل مهن دمو 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 كي يارا قابناي حق هرمري marka midan kale oo dynamics of financial crisis ki ee soo baxay wadamadaas ka soo baxay dhaqaalahooda path 2 wadada labaad ee maray waxay leedahay severe xanuun badan fiscal imbalance ee kaga dhacwada eedaha dawladda maaliyadda fiscal imbalance oo ah cashuurta ay soo aruurinayeen iyo expenditure ki ay jirti ku bisaan shaqaalaha wax la siinayo imbalance midan sinnayn noqda xanuunkaas ka qabtay wadada labaad markaasi governmentiski tabat waxay tahay dawladihii meeshaas ka jiray adduunyada kale waaya in need waxay u baahdaan ofan islacag weyn sometimes force waxay ku qasbayaan bangiyada wadamadooda ku yaal to buy inay ka iibsadaan government debt oo deynta dowladda ay xoog uga qaadato ay ku qasbayaan when government debts sababta kale waxay tahay markii dowladda deynteedii losses ay khasaare keentay value economic value ay keentay ilaa iskama bixi karaan cashuur ma helaan bangiga asagana saasoo kale asagana deynta iska lahaya loss uu khasaare and their net worth bangiyadaas markaasi total asset code markii liability laga saaray isugu wato capitalka net worth code decrease soo soo dhacay additional factors factor kale ayaa jira oo dheeriya oo arrimahaas keenay financial crisis oo maxaa ka mid ah increase waxaa kordhay in interest rates ki ayaa cirki qabtay from abroad wadankaasi markaasi ay ka jirto wadamadaasi wadamada banaanka ka ah asset prices ki ee wadamadaas ka jirana gudahooda decrease soo soo dhacay uncertainty war la'aan aan war lahaynina oo war dhaqaale cadaadahayn iyo war finansiya waa mashaakil uncertainty hubaal la'aanta linkid waxay ku hirtay to unstable in ay noqoto mid aanan deganin political systemka wadamadaas ee adduunyadaaskaa ilan way faafta baashi stageka labaad markay soo gaartana currency crisis wadamadaas gudahooda currency crisis ka dhacay oo lacagta ay islahayeen oo localka aheyd ayaa la baaba'day ayadana haye deterioration ayda oo maxamed bay si xumaato way bangi baalan shiidyadaasi triggers wuxuu kaabka u qabtay currency crisis in lacagti wadanka ay qiimeeda uu hoos u dhaco sababta maxay tahay government cannot raise ma soo aruurin karto interest rateski ma keeni karto ma raise garan karto doing so saas u samayso force waxay ku qasabtay bangiyadi into insolvency inay iska bixi waayaan guryaha kiriyada iyo shaqaalihii mataqaanaa maaratay u shaqeynaya iyo baawurka masiinkiisi inay iska bixi waayaan insolvency keentay and speculators nimanka wax saadaalinaya suuqa joogana expect waxay filayeen devaluation in hoos u dhac dhaqaalaha ku imaanaya how sidee baa markaasi severe fiscal imbalancesgaasi fiscal imbalancesgaas oo cashuur yar ayaa ma haysa keliya oo aan waxba lagu samayn karin dowladda xaggeeda haysta xanuunka ah sibeerka ah triggers sideebuu kaabka ugu qabtay currency crisiska lacagta wadanka gudihiisa ee baaba'day foreign and domestic investorska dadkii maal gashanayay oo dibadda ka imaanayay wadamadaas iyo wadankeeda gudaheeda kuwa investorska joogay iyo kuwii foreignka ahaaba sel way iska iibsheen domestic currency wadamadaas gudahooda lacagta ahayd way iska iibiyeen baashi way faaftay stageka saddexaad waxay ahayd full fledged markii ay noqotay mid qaan gaartay arrintii financial crisis mid qaan gaartay dunida oo dhan saameysay noqotay oo waayo debt burden deyn waaye burden culays oo garbaha dhankaa xilays aadan qaadi karin in termis markii lagu cabiro domestic currency lacagta markaas wadankaas la joogo markaas markii lagu eego increase ayaa korortay deynteedii ayaa korortay net worthka shirkadahaas ay lahaayeenna decrease saas hoos ugu dhacay increase waxaa korray in unexpected in expected and expected inflation inflation ki la filayay iyo midki dhabta ahayba waa u kordhay reduces wuxuuna hoos u dhigay shirkadahaasi cash flow iskooda lacagta soo gelaysa bangiyadaas bankiska are more likely si aad iyo aad caqli galo ah to fail ayay jilbaha dhulka ku wada garaacdeen wadamadaas individualska nafar nafar ahaan are less able maba awoodinba to buy off inay iska wada bixiyaan their debts deymahoodi value oo ah economic value of assets ka haystaan fall ayaa hoos u dhacay ha markii qiimihiisa hoos u dhacay lacagtoodii hoos u dhacday debt denominated deymihii waxaa lagu qoray denominated
in foreign currency ah lacag kale oo qalaad lagu qoraa markii lacagta waddamadaas hoos u dhacday increase waxay ku nisataasi way korortay value of liability qiimihii liability economic ahna oo kordhay increase financial crisis kii fursa bal dan soo qaadan soo u fiday mexico kamida oo ku fiday 1994 1996 soo u fiday financial liberalization is mess ni walba shatiyis is bank furatiri in the early 1990s ki lending markaas sababtu waxay tahay lending deyn bixinti boom ayaa baad qof walba wala deymaha markaas deymi ma bixi kariya ila fiirima kabilid waxaa la maaniyay with weak supervision ayagoo aan supervision fiican aan ku sameyn iyo lack of expertise iyo aqoon darro meesha ka jirta xagga economic iyo xagga finance bankiska accumulated wuxuu arursaday losses khasaaro un and their net worth kooda oo total assets iyo total capital heeday decline ayaa hoos u dhacday markaas rise kor u kici in interest rateski abroad wadamadaas mexico gudihiisa wadamada banaanka ah ayaa interest ratekoodi kor u kaca ay waxba kasoo diisan karin haddii lagu baahanyahin uncertainties war la-aanta oo wax xaqiiqo aan lahayni increase ayaa kordhay marka political instability ayaa ku dhacday dowladda iyo meesha waxa jooga domestic currency-ga lacagta ay lahayn mexicana devaluated hoos baa loo dhigay IMF hoos u dhigayso on December 2019 rise waxaa kor u kacay actualkii inflationka ahaa iyo expected kii la filayay iyo kii dhabta ahaa labadaba cirkii qabteen inflation wax la cuni kara mala wax la cabi kara mala wa financial crisiski east asia soo qaaday waa fiday east asia ugu fiday wuxuu ku fiday 1997 1998 oo maxaa dhacay sidii laa dhacday barbiyo financial liberalization nin walbaba shatkiya la siiyay bangiga iska furtay commercial early 1990ski lending deyn bay bilaabeen boom aad u fara badan qof walba la deyminaya kaala deyn ma rabtaa kaala deyn ma rabtaa هي كابل وحال ماني with weak supervision سيف يعني اذا لو سوبرفايز جريهم هي لا كو فيكس برتاس اقوان انا ماشي كده بنجياني مركو هي قالوا سيدين قساري ذات نيد وورث ليج لاين هوس اولا انسر تانس مركو ولا انت اذا حقيقه هين انكريس ايا كورد ستوك ماركت كا كجري ايست اجيا ليج لاين ايا هوس اولا ان فيلير وهي جلبها نور كل عدد جلبها نور كل عدد برومين انت فاميس شركه واوين او اد موضه سيدي هرمود او كلا ايو ذهب شيل شركه واوين وين كو اساس عمله اي مكسيكو برومينتي فيمس اه فيلير اي جلبها لو قاعد دوميستيك كارنسي واه لعقته انت قنا مارتي ودنك اس بيسك كجرتي اي ام اف تي اي ديفالويشن كو سميساي 1997 كو هاشو دعد رايس وها كورو كاي انفليشن كي كي لفيلا كي لبتها با لبني كون فينانشال كرايسيس كي ارجنتين نو كداي وفدي ها انت وا باكسامبل سوماليا افريقيا ايشي بلبو كفدي laakiin hadda adantii soo qaado 2001 uu ka dhacay asagana dynamic waa baalku waa socahaya iyo 2002 ayuu ka dhacay governmentigii argentine coercid waxay xoog ku dayday bangiyadii to absorb inay laqaan large amount wax weyn of deyn ah oo deyn xoog ay u qaataan dowladda ka qaadaysa wadaad ma la xoog u qaadanaysa markii cashuur ma haysto duyuti waxaan u wacan ay u qaadanaysa fiscal imbalance oo ah cashuurta ay soo aruurinaysa iyo expenditure-koodi ayaa ah cashuurta ay yartahay rise kicitaan oo kacay interest rateskana wadamada mexico bana argentine banaanka ah interest rate oo kacay uncertainties uncertainties oo ah mataqaana hubaal la'aanti iyadana cirki qabato korortay waxay noqotay waxay keentay ongoing recession awalo argentine ay ka jirtay recession recession waxa waa failure mataqaana wadanka marka inflation oo laba mar isku xidho oo ku dhaca ayaa la leeyahay recession waxayna soo saartaa unemployment oo qof walba u baaqo mundiyaha wadankaas jooga marka taas ayaa weli sii socotay marka waa laba inflation oo isku xigta inflation isku xigta ama ka badan ayaa la leeyahay recession ongoingayna aheeday taas ayaa ku dhacday argentine waxaa kaloo ku dhacay domestic currency lacagta argentine ay wadankeeda devaluated in IMF ay qiimaheeda hoos u dhigtay January 6-deedii 2007 rise waxaa kor aaday in actual inflation iyo expected inflation erkaas u qabtay sawirkani sequence waa waxyaabo isku xiga of events dhacdooyin isku xiga waaye in emerging sida caadka camal ugu soo baxaya market financial crisis ki suuqyadii lacag la'aanta ay ku dhacday waa arrinta hadda aan soo sharxayna oo ma sawiran oo halhal uma sawiran stage 1 stage 2 stage 3 saas uu sawiran yahay idinku akhriya hadda wax su'aal ka qabtiin ii soo gudbiya tanna waa sawirka hadaa uu noo sheegayo tid waxa aaday treasury ha euro dollar ay ahayd muqtada isbiriid saas ahayd marka
تنشري بيلس بحوال باشي بتقنا دولد مريكا اي سو سارت او دولار كاسي هدي او لعو شركتها بنان كي ما يجباني مالك سكي ما هي اي شغل كلهن او تنشري بيلس كو شغي سجرين تاس ايادا اه مركي لو ايغو لو لكم بارجريو يورو دولار كا او دولار كا لغا استعمال متقنا يوروبيان يونيان كا ريت كيدا اسبريد ايا فيدي وانا قاعد داي شيغين مركا فيليتان كيسا وحول لو سميه تيد اسبريد كي برسنتج بونجسكي برسنتج بونجسكي و بيس بونجسكي 6% لو كرلي 5% لو كرلي او اما هوسو لاي 4% 3 اب تو 0 مركا دي افيريز بيد من 0 ان 1 او كبلاود مركا افيريز 2007 مركا فريكوانسي سمي وان ميكا مر كور اد مر هوس اد مركا وان كور ادي اي تغي 3 الى 2 انت كلاحيس لكن مركا او خمهدي وا مركا او تغي 2008 مركا لا سو لافي 6 بيس بونجس ايو تي ديفرنس يعني معناها سو وباباي مركا أو فلسطين.